صباح الثاني من يوليوز من العام 2008 في حدود الساعة الخامسة، شاهد حارس السيارات في شارع النخيل ببوزنيقة سيارة تتوقف عند منزل الحاج عبد المغيث، كذلك يعرف. كانت سيارة مرقمة في فرنسا، وضع على سطحها حامل أمتعة لف بعناية بغطاء برتقالي. كان الشارع خال من المارة. اقترب الحارس يستطلع. هو يعلم أن الحاج عبد المغيث توفي منذ بضع سنين، وهو يعلم ككل سكان الشارع أن الحاج عبد المغيث خلف ولدا وحيدا يعيش في فرنسا. كان قليلا ما يأتي إلى بوزنيقة، ولذلك قلة هم الذين يعرفونه شخصيا. رأى حارس السيارات رجلا يترجل من السيارة. كان يبدو شابا دون الأربعين، مديد القامة، كان وحيدا. فتح باب المرآب، ولما عاد ليدخل السيارة كان الحارس يقف بمحاذاته. نظر إليه، رسم ابتسامة وألقى بالتحية: بونجور. صباح الخير، رد الحارس. أخرج الرجل من جيبه قطعة نقدية من 10 دراهم ومدها إلى الحارس. ميرسي مسيو، كذلك نطقها. أدخل الرجل السيارة إلى المرآب وأقفل الباب من الداخل. في اليوم التالي علم الحارس أن ولد الحاج عبد المغيث قد جاء لقضاء العطلة. صدقت توقعاته. قال له البقال الذي يوجد في الجانب الآخر من الشارع إن الرجل اشترى منه 2 قنينات من الماء المعدني. أخبره بأنه يتكلم العربية بلكنة. في بوزنيقة عرف الأقدمون الحاج عبد المغيث الزراد. كان ابن المدينة الذي هاجر إلى فرنسا في مطلع 60ات القرن الماضي. يذكر كثيرون مأساته في حادثة سير في العام 78 900 و1000 قرب سوق الأربعاء، حيث فقد زوجته وابنته. بأعجوبة نجا هو وولده عبد الرحيم. لم يتزوج الحاج عبد المغيث مرة أخرى، وأمضى السنوات الأخيرة من عمره في بوزنيقة. الذين جالسوا الحاج عبد المغيث في تلك الفترة سمعوه حتما يتحدث عن ولده عبد الرحيم. كان يردد بنبرة لا تخلو من حرقة وأسف: عبد الرحيم ذهبت به رياح أوروبا. كان الحاج عبد المغيث قد استقر في منطقة بوردو منذ أن هاجر إلى فرنسا، ولم يغادرها إلا حين بلغ سن التقاعد في العام 98 900 و1000. بعد حادثة السير التي فقد فيها زوجته الغالية وابنته فايزة صارت صعبة أيامه. كان عليه أن يوفق بين ظروف العمل والإشراف على تربية عبد الرحيم. كان يقول بمرارة إنه لم ينجح في ذاك الاختبار. لما بلغ عبد الرحيم 18 وصار يتسمى بأبدال رحل إلى باريس. قال لوالده وقتها إنه يريد أن يكمل دراسته هناك، ولكن الحاج عبد المغيث كان يعلم أن عبد الرحيم لم يكن دافعه طلب العلم، بل الابتعاد عن كل قيد قد يحد من الحرية التي كان يظن أنها لا تحتمل قيدا ولا حدودا. ومع ذلك وافق، في الحقيقة لأنه كان يعلم علم اليقين أن معارضته لن تجدي نفعا. استقر عبد الرحيم أو أبدال في باريس ومكث بها 10 سنوات، ولفترة طويلة لم يسمع عنه والده خبرا. حين كان يزوره في بوردو كان يأتي برفقة صديقات. كانت الوجوه تتبدل في كل زيارة، وكانت آخر رفيقة لعبد الرحيم رآها والده تلك التي تسمى ميشيل. قال له ولده إنها بنت عائلة ثرية يملك والدها مصنعا للزجاج، بينما والدتها مصممة أزياء معروفة. كان الحاج عبد المغيث قد أسر يوما لأحد جلسائه في بوزنيقة بأن ما كان يحلم به أن يعود ويعود معه ولده عبد الرحيم إلى بوزنيقة، يستقران بها ويتزوج عبد الرحيم فتاة من البلد ويتولى شأن الأرض الفلاحية الشاسعة التي يملكها في أطراف بوزنيقة. كذلك كان ينظر إلى المستقبل، ولكن الأجل المحتوم لم يمهله. لم يغادر عبد الرحيم بيت والده على مدى يومين لعله يرتاح من تعب السفر. في اليوم الثالث شوهد عصرا يفتح باب المرآب، ثم شوهدت تلك السيارة الرمادية اللماعة تخرج. أغلق الأبواب ثم مضى.
عند الحلاق الذي يوجد في الرصيف المقابل سأل أحدهم إن كان ذاك ولد الحاج عبد المغيث. لم يتأخر الجواب. الذي أسلم قفاه للحلاق استدار بدون مقدمات: إنه عبد الرحيم ولد الحاج عبد المغيث. أضاف الحلاق أنه لم يأتي إلى بوزنيقة منذ عدة سنوات. في كرسي في زاوية الدكان رجل تقدم به العمر، كان ينتظر دوره، ثم وكأنما كل الذي دار من حديث كان يعنيه قال: هل جاء ليبيع المنزل؟ عم دكان الحلاق صمت لعدة ثوان، ثم نطق الذي أسلم رقبته: وهل سيبيع الدار؟ أظن ذلك، قال الحلاق قبل أن يضيف: وفي كل الأحوال سنعرف قريبا. في ساعة متأخرة من الليل رأى حارس السيارات السيارة تدخل المرآب، ثم عبد الرحيم يغلق الأبواب. اقترب، لما رآه ابتسم له وقال: أنت العساس؟ نعم. وأنت ولد الحاج عبد المغيث الله يرحمه؟ أنا ولده، نعم، واسمي عبد الرحيم. أنا ما جاش المغرب هذه 15 سنة. كانت تلك اللكنة تشي بأن الرجل يكاد يفقد كل ما كان يعرفه من عربية. سأله حارس السيارات: هل صحيح أنك جئت لتبيع هذا المنزل؟ ضحك بسخرية، حسبه الحارس سكرانا، ثم قال: أنا سأبقى هنا في المغرب، لن أرجع إلى أوروبا. هذا شيء جيد، قال الحارس. أخرج أبديل من جيبه ورقة من فئة 20 درهما وناولها العساس. لما أقفل الباب كان الرجل يواصل التعبير عن شكره بإشارات خاصة. صبح اليوم التالي علم كل الفضوليين أن عبد الرحيم ولد الحاج عبد المغيث الزراد جاء ليستقر في بوزنيقة ليحقق حلم والده. كثيرون صاروا يتحينون الفرصة للقاء بالعائد إلى أرض الأجداد، منهم من يريد أن يبارك له الخطوة، وكثيرون لاستكشاف منفعة ما ينالونها بالتقرب إلى هذا العائد الذي تغيب عنه أشياء كثيرة عن البلد وأهل البلد. توالت الأيام مسرعة، مر شهر. كان عبد الرحيم يغادر باكرا ولا يعود إلا في ساعة متأخرة من الليل. قيل إنه كان يمضي نهاراته على الشاطئ. ثم في العاشر من غشت، في حدود العاشرة ليلا، توقف عند حارس السيارات في شارع النخيل رجلان. رآهما ينزلان من سيارة تحمل ألواح تسجيل فرنسية. سألاه عن منزل أبديل، استعان بالإشارة. ربط حارس السيارات بين السيارة المرقمة في فرنسا وعبد الرحيم القادم من فرنسا. قدر أنهما من أصدقائه، دلهما على المنزل، بل إنه تقدمهما حتى وصل الباب. قرع أحدهما الجرس مرة أولى ثم ثانية، وبينما كان ينتظران أن يرد من خلال الأنترفون فتح الباب فجأة. ما أن رأى أحدهما حتى حاول إغلاقه، ولكن الآخر باغته واقتحم المنزل ثم تلاه الذي معه. أغلق الباب بقوة، كانت أصوات عراك يجري في الداخل تسمع. تردد الحارس هل يحاول اقتحام الباب، هل يسرع لإبلاغ الشرطة، ثم سمع طلق ناري. من الرصيف المقابل لمنزل الحاج عبد المغيث أتى بضعة شبان، وما لبث عدد الفضوليين يتزايد. اتصل أحدهم بالشرطة. بعد لحظات خرج الرجلان اللذان هاجما أبديل، كان أحدهما يشهر مسدسا. تفرق الجمع ومضى الرجلان يسرعان الخطى إلى سيارة كان قد ركناها غير بعيد، وما لبث أن انطلق بسرعة جنونية. لما وصلت سيارة الشرطة إلى شارع النخيل كانت السيارة المرقمة في فرنسا قد اختفت عن الأنظار. ما أن تخطى مفتش الشرطة عتبة الباب حتى ظهر لهما أبديل، كان ملقا على الأرض، صدره عار، وبالقرب منه قميص مزق في أكثر من مكان، حول رأسه بركة دم. اقترب منه أحد المفتشين فاكتشف أن الرجل ما زال على قيد الحياة. طلب سيارة إسعاف لم تتأخر في الوصول، لم يكن المستشفى بعيدا، وقد استنتج الطبيب الذي فحصه أن حالته تستدعي نقله على وجه السرعة إلى الرباط، إلى مستشفى ابن سينا. كان عبد الرحيم فاقدا الوعي، بين الحياة والموت، ولعله كان لحظتها أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. الشهادات التي استقاها المحققون من شارع النخيل
لا توفر الكثير. هو سباق ضد الزمن، يجب القبض على الهاربين. بدأت عملية بحث عن سيارة مرقمة في فرنسا، كان الحارس قد أدلى بمعلومات حول نوعها، سيارة سوداء. في الحواجز التي وضعت في مداخل المدن القريبة من بوزنيقة، كان التركيز على السيارات التي تنطبق عليها تلك المواصفات. تم التحقق من هويات ركاب سيارات كثيرة مرقمة في فرنسا دون نتيجة. كان الوقت يمر سريعا. في حدود الواحدة صباحا عند محطة الأداء القنيطرة على الطريق السيار، استوقفت دورية للدرك الملكي سيارة سوداء من نفس النوع الذي دل عليه الحارس. كانت تسير في اتجاه طنجة وعلى متنها رجلان، ولكنها لم تكن تحمل ألواحا معدنية فرنسية بل أرقام تسجيل مغربية. تقدم إليهما دركي وطلب منهما أوراق السيارة. تظاهر السائق بالبحث عنها في القمطر، ثم أخرج حافظة أوراق وبدأ يقلب ما فيها، بدا مضطربا، أثار الشكوك. التحق دركي آخر بالسيارة، كان على متن دراجته النارية التي أوقفها أمام السيارة السوداء. لما رآه وقد أبطأ في تسليم أوراق السيارة، طلب منه أوراق هويته. في تلك اللحظة فتح الذي يجلس إلى جانب السائق الباب وأطلق ساقه للريح، تخطى الحاجز وانطلق مسرعا. أخرج السائق من السيارة ووضعت الأصفاد في يده، بينما لاحق دركيان ذاك الذي هرب وتم الإمساك به بعد ساعتين. في مقر الدرك الملكي بالقنيطرة، إلى حيث اقتيد الرجلان والسيارة التي كان على متنها، تبين أن الألواح المعدنية التي تحملها تلك السيارة إنما قام بسرقتها من سيارة في بوزنيقة أثناء هروبهما. أوراق الهوية التي معهما تفيد بأن الذي كان يسوق السيارة يدعى باتريك أوسار، والذي معه سيباستيان لوزيرو. في أوراق هويتهما أنهما يسكنان باريس الدائرة 11. في تصريحاتهما أنكر كل علاقة لهما بالاعتداء الذي تعرض له عبد الرحيم بن عبد المغيث الزراد في بوزنيقة. في مستشفى ابن سيناء بالرباط، كان عبد الرحيم محط عناية خاصة. تمكن الأطباء من استخراج رصاصة من جمجمته اخترقت الجهة اليمنى من جبينه. لحسن حظه أنها لم تصب الدماغ. بعد مرور 3 أيام على الحادث، بدأ عبد الرحيم يستعيد وعيه بالتدريج. كان المحققون الذين انتدبوا من بوزنيقة يترقبون اللحظة التي سيسمح لهم فيها باستجوابه. كان الفرنسيان قد وضع رهن الاعتقال الاحتياطي، وفي اليوم الرابع سمح الطبيب بالاستماع لعبد الرحيم. قال إنه عاد إلى بوزنيقة فرارا من عصابة فرنسية يقودها سيباستيان لوزيرو، بعد أن لم يستطع إتمام صفقة كيلوغرام من الكوكايين تسلمه من تلك العصابة لترويجه في بوردو ومنطقتها. كانت صديقته ميشيل هي التي ضمنت إتمام الصفقة التي كانت تقضي بأن يسدد عبد الرحيم كل ثمنها بعد 3 أشهر، ولكن مصادفته حملة أمنية مشددة استهدفت مروجي المخدرات، حالت دون بيع ما حصل عليه والوفاء بما تعهد به. لم يأتي على ذكر مآل صديقته ميشيل، ولعله لم يعلم بعد أن العصابة أمسكت بها وتحتجزها رهينة. لم تترك اعترافات عبد الرحيم أمام سيباستيان لوزيرو وباتريك أوساغ فرصة للتهرب، وكان المحققون قد اكتشفوا المسدس الذي كان معهما، وثبت أن الرصاصة التي أصابت أبديل انطلقت منه. في باريس سيقيم المحققون رابطا بين اعتقال سيباستيان وباتريك في المغرب، والعثور أسبوعا بعد ذلك في الشقة التي كان يسكنها أبديل على رسالة لا تحمل توقيعا تؤكد أن ميشيل ستقتل إن لم يوفي أبديل بالتزامه. كان ذاك ملفا آخر يشتغل عليه المحققون الفرنسيون. عائلة ميشيل أبلغت عن اختفائها منذ أسبوعين. كان أبديل قد غادر فرنسا منذ عدة أيام. بحث المحققون في المحيط الذي كان يتردد عليه أبديل، وحصلوا على معلومات تقول إنه كان على خلاف مع عصابة لترويج الكوكايين بسبب صفقة لم يوفي فيها بالتزاماته. علم المحققون الفرنسيون من خلال قناة التعاون مع نظرائهم المغاربة
أن أبديل اعترف بأن زعيم تلك العصابة هو سيباستيان لوزيغو. لم يكن اسما غريبا، الرجل ذو 38 عاما ذو سوابق في مجال ترويج المخدرات. في باريس كان المحققون ينزعون إلى أن اختفاء ميشيل من فعل تلك العصابة. الآن وقد اكتشف أن أبديل يوجد في المغرب وأنه تعرض لاعتداء من قبل سيباستيان لوزيغو وصاحبه باتريك أوسار، صارت كبيرة المخاوف بشأن مآل ميشيل المدللة. في الحي نفسه الذي يسكنه أبديل في باريس يسكن شاب له أصول كولومبية. كان رافائيل أوكتافيو ذو 30 عاما رجلا بلا مشاكل في الظاهر على الأقل، يعمل سائق تاكسي ويحرص في أوقات فراغه على مزاولة رياضته المفضلة الجري. وبرغم نقاء سجله فإن المحققين قرروا النبش حول رافائيل أوكتافيو. بعد بضعة أيام لاحظوا أنه حين كان يزاول رياضة الجري كان يعرج بانتظام على شارع مونتروي، يتوقف عند مطعم هناك، ثم لما يغادر يكون حاملا في يده كيسا، يمضي إلى زنقة شيفروي ثم يدخل عمارة، أحيانا يبقى هناك ساعتين قبل أن ينزل ويعود إلى منزله. استقصى المحققون الأمر. قالت حارسة العمارة إن الشاب رافائيل إنما يأتي إلى شقة صديق له سافر منذ عدة أيام، وإنه كلفه بإطعام أسماك يربيها في الحوض. تساءل المحققون، إذا كان الأمر كذلك فلماذا يحمل في كل مرة أكلا من ذاك المطعم في زنقة مونتروي؟ تقرر التسلل إلى تلك الشقة. ضحى 17 من غشت سلك رافائيل الطريق ذاتها وتوجه إلى المطعم نفسه، ثم مضى إلى الشقة. في مكان مظلم من الممر الذي توجد فيه باب الشقة وقف رجل أمني بالزي المدني، وما أن فتح رافائيل الباب حتى اندفع نحوه لحق به مفتش آخر تولى التفتيش بينما أبقي رافائيل قرب الباب. في غرفة لها نافذة تطل على ساحة العمارة رأى المفتش شخصا ممددا على الأرض، وما أن أنار الغرفة حتى ظهرت له شابة مكبلة اليدين والرجلين وعلى فمها شريط لاصق. أسرع نحوها، بادر إلى إزاحة الشريط اللاصق، تنفست عميقا. من أنت؟ أنا ميشيل، قالتها ثم تنفست بعمق مرة أخرى، أضافت أنها محتجزة هنا منذ أيام، بدت وقد فقدت القدرة على تمييز الليل عن النهار. في مدخل الشقة كان المفتش ممسكا برافائيل الذي رفض كل تعليق. بعد أقل من ربع ساعة وصلت تعزيزات واقتيد ذو الأصل الكولومبي إلى المفوضية. على سرير المستشفى أقرت ميشيل بأنها شريكة لأبديل في صفقة الكوكايين، وأنها اختطفت لما لم يستطع الوفاء بالتزامه إزاء العصابة التي يقودها لوزيغو. كان رافائيل أوكتافيو ذو الملامح الهادئة إلى حد البرود، الوسيط الذي تصل عبره شحنات الكوكايين. كان يقيم علاقات متشعبة في كولومبيا، وكانت البضاعة تصل عبر طرق ملتوية تمر عبر عدة عواصم إفريقية. كانت ميشيل حسب خلاصات المحققين الفرنسيين هي التي شجعت عبد الرحيم أو أبديل على دخول عالم ترويج المخدرات. قالت له إنها ضامنته. لم يكن يعلم أنها كانت تقف على حافة الإفلاس. المعلومات التي توصل إليها المحققون في المغرب وفي فرنسا كانت تتكامل وتقدم صورة تامة لعصابة لترويج الكوكايين في باريس. ثم بدأت محاكمتان في باريس وفي الرباط.